وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية، نشكر ملكنا سلمان بن عبد العزيز، نشكر أميرنا وقائدنا محمد بن سلمان لتمكين المرأة السعودية، لرعاية المرأة السعودية، لتوظيفها، لتدريبها، لوجودها كقائدة. تم إصدار قرار تعليم اللغة الصينية من ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله، وبعد ذلك أنا أقدر أقول أني بدأت رحلتي في تعلم اللغة الصينية، والحمد لله بهذا القرار انفتحت لي مجالات كثير أنا ما كنت أحلم فيها في يوم من الأيام. فحب أني أحمد الله وأشكره على كوني مواطنة سعودية أتحدث اللغة الصينية، وعلى كوني في بلد عزيز مثل المملكة العربية السعودية. صراحة يعني السنوات الأخيرة صار عندنا تمكين وتحفيز للمرأة العاملة، وكذلك لدور المرأة في القطاعات القيادية. ابتدأ الدور طبعا معانا من بداية تمكيننا في مجالات مختلفة كتعليم، وثم استمر التمكين إلى القطاعات الوظيفية، ووصل إلى القطاعات التنفيذية أو القطاعات الإدارية. حقيقة أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأشكر ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على جميع الدعم المقدم إلى المرأة.